الدين أصول وفروع، لكن كثيرا ما نسمع تفسيرا للعوام يقول الدين هو أصول وفروع، والأصول هي مسائل العقيدة، والفروع هي مسائل الفقه، وهذا لا ريب خطأ. فإن من مسائل العقيدة ما هو أصول، وإن منها ما هو فروع، وكذلك في مسائل الفقه ما هو أصول وفيها ما هو فروع. ما هو تعريف الأصول وما هو تعريف الفروع؟ فروع الدين هي المسائل الاجتهادية التي لم ترد فيها نصوص محكمة، لذلك يتداولها العلماء، كل يحاول أن يفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام منها، فيجتهدون فيها ويختلفون. هذه فروع الدين، بعضها قد تكون من مسائل العقيدة الثانوية، وبعضها من مسائل الفقه المعتادة بين الناس. أما الأصول فهي المسائل المحكمة التي لا يسوغ الخلاف فيها، ولا يعذر أحد في أن يخالف فيها، سواء كانت هذه المسائل من مسائل العقيدة أو كانت من مسائل الفقه. هنا ينبغي أن نتوقف. لم يختلف المسلمون، وأتحدث هنا عن أهل السنة والجماعة، لم يختلف أهل السنة والجماعة الذين يزعمون لأنفسهم أنهم من أهل السنة والجماعة، لم يختلف هؤلاء في أصول العقيدة: وحدانية الله تبارك وتعالى، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قضايا كثيرة لم يختلفوا عليها لأنها من أصول الدين. إنما اختلفوا في قضايا فروعية، قضايا من فروع العقيدة وليست من أصولها، قضايا تتعلق بدقيق المسائل وفي تفصيلات لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ هذا الخلاف في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد التابعين في القرون المفضلة لهذه الأمة وقعت بعض الاختلافات في هذه المسائل الفروعية. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: تنازعوا في مسائل علمية اعتقادية تتعلق بالمعتقد، كسماع الميت صوت الحي، هل يسمع الميت صوت الحي أم لا يسمع، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد ربه صلى الله عليه وسلم، رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت. ما قيمة هذا الاختلاف؟ هل أدى إلى تبديع بعضهم وتفسيق بعضهم لبعض؟ يقول: مع بقاء الجماعة والألفة ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ، لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. ومن بعد الصحابة رضوان الله عليهم وقعت مسائل خلافية، مثلا: هل تقع الصغائر من الأنبياء أم لا تقع؟ هل الخضر نبي كأنبياء الله تبارك وتعالى موسى وعيسى أم أنه مجرد رجل صالح، وغيرها من المسائل العقدية، هل تارك الصلاة تهاونا يكفر أم لا يكفر؟ مسائل كثيرة تتعلق بالعقيدة اختلف فيها سلف هذه الأمة، من غير أن يقول أحدهم عن الآخر بأنه وقع في تكفير فهو من الخوارج لأنه قال مثلا بكفر تارك الصلاة تهاون. ما هو الموقف من هؤلاء العلماء عندما يخطئون في فروعيات مسائل العقيدة وليس في أصولها؟ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يتحدث في سياق الحديث عن من أخطأ في مسألة العلو، يقول: وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما. هناك عبارة كثيرا ما ترد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هناك شواهد كثيرة نستطيع أن نحضرها كلها تدور حول هذا القول، سنستعرض بعضها ونترك الآخرين. يقول: وقوع الغلط في مثل هذا، مسألة علو الله، يوجب ما نقوله دائما: إن المجتهد في مثل هذا، مش في هذا، في مثل هذا، من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه. رجل
مجتهد من علماء المسلمين بذل وسعه في الوصول إلى الحق فما وصل إليه، فإن الله يغفر له خطأه. وإن حصل له وإن حصل منه نوع من تقصير يعني في البحث عن الحق في إعمال الآلات للوصول إلى الحق فهو ذنب. فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد في مسائل عقدية من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح، رجل من المؤمنين أخطأ في مسألة عقدية، لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل. ومقصوده ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا قال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني وذروني، فلئن قدر الله علي ليعذبني. يقول هذا العالم الذي يقع منه الخطأ الاعتقادي ليس أسوأ حالا من هذا الرجل، فيغفر أي الله تبارك وتعالى خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه، على قدر ما بذل من وسعه فإن الله يحاسبه. فمن بلغ وسعه واستكمل آلة الاجتهاد ودرس الكتاب والسنة وأراد الوصول إلى الحق من خلالهما فأخطأ في الوصول ووصل إلى خطأ، ما هو حسابه عند الله تبارك وتعالى؟ بحسب الإمام رحمة الله عليه يغفر الله له خطأ. هل لديه دليل؟ نعم لديه دليل، سنستعرضه لاحقا. يقول الإمام رحمة الله عليه: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، هو مجتهد في طلب الحق لكنه أخطأ في الوصول إليه، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، كائنا ما كان هذا الخطأ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفقه. هل هذا رأي خاص بالإمام رحمة الله عليه؟ يقول: هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، كلهم يقولون بهذا القول، كلهم يرون بأن الله تبارك وتعالى يغفر له خطأه لأنه أراد الحق فلم يصل إليه. ما هو دليل الإمام؟ يقول رحمة الله عليه من هذا الباب: ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستفرغا فيه وسعه علما وعملا. هناك مسائل اجتهادية ليست محكمة لا دلالة قطعية عليها، إما بعدم قطعية الثبوت وإما بعدم قطعية الدلالة. ما هو الموقف فيها؟ ينبغي على المسلم أن يستفرغ وسعه في طلب الحق وفقا على أصول أهل الحق، ثم الإنسان قد يبلغ ذلك الحق وقد لا يبلغ، وقد لا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الاقتصادية، في مسائل العقيدة وفي مسائل الفقه. والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في الحديث الصحيح سيمر معنا قال الله قد فعلت. يقول: وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أي أجر واحد. إذن الله تبارك وتعالى لن يحاسب من أخطأ في المسائل الغير المحكمة، في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية، أو قال ضده، قال ضد الحق خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له. يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه: وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها، ما ندري، لعله رجع عنها، وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق. بلغ وسعه في بلوغ الحق،
اجتهد لكنه لم يصل إلى الحق. الله تبارك وتعالى يغفر له ما وقع فيه من الخطأ. هنا قد يقول بعضهم نعم الله تبارك وتعالى يغفر له في الآخرة، لكن هذا لا يمنع أن نضلله في الدنيا وأن نلومه على فعله وأن نحذر الناس منه بأشد عبارات التحذير، فنسمه بالبدعة والضلالة. دعونا نقرأ هذه العبارة الذهبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يتحدث عن اختلاف الناس في القدر وهي مسألة من مسائل العقيدة. يقول: وأما القدر الذي تنازعوا فيه فإنما يقال إن الله أمر كلا منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن أصابه أي الحق وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يستشهد بقول الله تبارك وتعالى: وقد قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله أي في الحديث القدسي قد فعلت، والحديث في صحيح مسلم قد فعلت، وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمنظروا إلى هذه العبارة التي يختم بها الإمام الذهبي الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: فمن ذمهم ولامهم أي هؤلاء الذين أخطأوا في مسائل حتى ولو كانت من مسائل العقيدة لكنها من الفروع، فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى. إذا كان الله تبارك وتعالى لا يذمهم والله لا يغفر لهم، فهل نستطيع نحن أن نقصر في ملامتهم وفي تبديعهم وفي تضليلهم؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي أي المسائل الخبرية والعلمية، سواء ما يتعلق بالخبر أو في المسائل العلمية، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته وهو ليس بصحيح لكنه اعتقد بأن هذا الحديث صحيح فقال بأن الذبيح إسحاق، أو اعتقد أن الله لا يرى، اعتقد أن الله لا يرى، هذا الخطأ مغفور له كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول: لقوله لا تدركه الأبصار، جاءه اللبس من أين هذا الذي يقول بأن الله لا يرى؟ قرأ قول الله لا تدركه الأبصار، وقرأ قول الله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ففهم منه خطأ بأنه يعني بأن الله لا يرى، فوصل إلى خطأ من مسائل في مسألة من مسائل العقيدة. يقول الإمام رحمة الله عليه: نقل أي القول بأن الله لا يرى نقل عن بعض التابعين. طيب في آية صريحة لربما وصفها بعضهم بأنها محكمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فماذا نقول في هؤلاء الذين خالفوا ما نراه في القرآن ظاهرا ولربما رآه بعضنا محكمة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسرها هؤلاء التابعون بأنها تنتظر ثواب ربها، ناظرة أي منتظرة. طيب هل لهم دليل أشبه عليهم بهذه الآية؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون أي منتظرة، فلربما فهموا هنا ناظرة بأنها مثل ناظرة هنا، فقالوا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة كما يقول الإمام بأنها تنتظر ثواب ربها، كما نقل هذا عن اثنين من التابعين الإمام مجاهد والإمام أبو صالح السمان مولى جويرية رضي الله عنها وأرضاه. نعم أيها الأحباب الكرام، إذن قد يخطئ العالم في مسألة من مسائل العقيدة،
لأنه فهم دليلها خطأ، أو لأنه خفي عليه دليلها، أو لأنه قرأ الدليل فرأى في ظاهره ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى فلجأ إلى تأويله. نقول حينما يخطئ العالم فإن الله تبارك وتعالى يغفر له خطأ. دعونا نتعلم الإنصاف من الإمام الذهبي رحمة الله عليه، وأنا أقرأ لكم هذا القول وأنا أشعر بأن هذا القول لا يمكنني أن أطبقه في دنيا الناس اليوم. يتحدث عن غلاة المعتزلة وعن غلاة الشيعة وعن غلاة الحنابلة والأشاعرة والمرجئة والجهمية والكرامية، يقول قد ماجت بهم الدنيا وكثروا، وفيهم هؤلاء الغلاة من كل نوع وصنف، فيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، كل من أخطأ وهو موحد ندعو له بالمغفرة. والحق أني أدهش لقول الإمام عن غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة بأنهم من أهل التوحيد وأنه يسأل الله العفو والمغفرة لهم، هذا ما يقوله الإمام. ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع ونحب السنة وأهلها، أهل السنة الذين يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأوا في فهم آية أو في فهم حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحب السنة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل، ما تأوله خطأ لا نحبه ولو كان هذا التأويل تأويلا سائغا، لا نحب خطأه ولو كنا نسوغه، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. كلام ذهبي من إمام ذهبي.